السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال الأمين العام لوزارة الصحة الموريتانية أحمد ولجا إن نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسية في موريتانيا تزيد على 10%، داعيا إلى تضافر الجهود للتصدي لهذا الوباء. جاء ذلك خلال تقرير موريتانيا لذكرى اليوم العالمي لمحاربة التهابات الكبد الفيروسية، حيث استعرضت وزارة الصحة الجهود التي تبذلها موريتانيا في سبيل الحد من الإصابة بالالتهابات الفيروسية من خلال مواجهة الأعراض وتوفير العلاج. انطلقت في العاصمة نواكشوط حملة تحسيسية حول مخاطر التدخين والمسلكيات الضارة بالشباب منظمة من طرف الشبكة الوطنية للجمعيات الشبابية. وقال وزير الشباب والرياضة محمد الجبريل إن الحملة ستشمل عددا من أحياء العاصمة نواكشوط، وتهدف إلى توعية الشباب وتحسيسهم بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات. يترقب الأنغوليون الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم أمس والتي سيتولى الحزب الحاصل فيها على أغلبية المقاعد البرلمانية رئاسة البلاد خلفا للرئيس الحالي جوزي إدواردو دو سانتوس. وقد تنافست في الانتخابات 6 أحزاب سياسية، ووصل عدد المدعوين للمشاركة فيها أزيد من 9 ملايين ناخب. أعلنت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في توغو عن توحيد جهودها في سبيل تحقيق إصلاحات سياسية تفتح الطريق أمام التناوب السلمي في البلاد. وكان الحزب الوطني الإفريقي قد خرج في مسيرة السبت تطالب بتحديد مأموريات الرئيس، وتعرضت لقمع من طرف قوات حفظ النظام ما خلف قتيلين وعشرات الجرحى، إضافة إلى 250 معتقلاً. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.